Cachou. C'est fantastique. Manadjeje waladik. Hey, bit finge wdarb bhanke. Tolai fike wtolait fik. Ach, ya haram. Wtolait fik. أول شخص وقع عليه اختيارنا ببعبديت هو رئيس شرطة البلدية، كمان اسمه ميشيل. وبهالمقابلة الصغيرة رح نتأكد انه ما في اسبان ببعبديت. نحن معكم ببعبديت، مع رئيس شرطة بلدية ببعبديت. مين بيهتم بحماية مركز الثقافي الاسباني بقلب ببعبديت وكل البعثات الأجنبية؟ هالأتنية الأمن الذاتي ببعبديت نحن الشرطة بنهتم فيه، وبعدين في عنا نحن بالبلدية لجنة ثقافية هي بتهتم بهالأمور. طيب إذا ببعبديت صار في اعتداء من مية البحر، فكيف بتتم مواجهة؟ أكيد اعتداء اعتداء مسلح، يعني هيك قصدك؟ من مية البحر. من مالش البحر، هي تبعد عن البحر شوية، يعني لأنه بدها تمرق بكذا ضيعة توصل لعنا. يعني إذا فهمت قصدك أنه إذا وصلت على باب حدود بعبديت، نعم، ساعة الشبيب أهل الضيعة هن اللي بهبوا بيدافعوا عنا من بعد إذا كان في تقصير من الأمن الدولي. يعني حاطين ابراج عاليه لتكشف ميه البحر او ما في؟ لا تحسن. لا هيك ما في، بس بالمبدا هي الجيش، يعني السلطه الامنيه. لحظه بس مستر جون، بس صار معي مشكله بالكاميرا. شو في؟ تعاجت مثل امبارح. طيب شو بنعمل؟ بدنا نصورها؟ لا انا هي عم تعلق فلوقت كله. طيب نحن شو بنعمل هلا؟ هلا فينا كافيه، بس بدكم تلو انتو. انا ويام نعمل هيك. هي بتضل لوقه هيك؟ ايه، يعني نحن ليك شو نحن بنضل ممكن هيك. بس نحن واقفين هيك. ايوه خليك قد ما فيك تنزل، نزول حط ايدك هون هيك بصير في الدلع. او انا بهديك نزال هيك، نزال بعد. اوكي انا هيك مزبوط. هيك انا بخصوص بعبدات والمعامل الأثرية، شو في معالم أثرية ببعبدات؟ المعالم الأثرية ببعبدات ما في، يعني ما في نبوعة، يعني هي نبع العرعار هيدا الأثر عندنا ببعبدات. هو مين الشخص تحديدا؟ مين شخص يلي عرعر فوق حتى سموه نبع العرعار؟ هو لأنه كان ما في شخص معين معرعر. نحن مش مبينين من تحت. ها طيب اعطينا اجرك هيك عليها هيك، بس خليك تقلك لهديك المال. يعني اوكي، مين هو الشخص يلي عرعر اول شخص بمنطقه؟ لانه بنعرف الاب، يعني شخص من بيت حداد سمون حداد، في هذا نبع العرعار. لا عرعار، حدا عرعر فوق حد النبع يعني؟ لا اكيد ما حدا عرعر. من ايمتى صار اسمه بغداد؟ ما اسمه بغداد، على طول بعبداد. كيف ما اسمه بغداد؟ ايه اكيد ما اسمه بغداد. ايه هيدا حدا عامل الخبرية. طب حضرت لما تعبت؟ انا مشغول بنطلع كاد جالس. لقتني هيك اوكي بس تعال شوي. وحضرتكم عيونكم ساهرة كل الوقت ليلا نهارا على الامن؟ نحن هون مسيطرين. كم اسباني في مبدئيا بغداد؟ بعبديت. ايه ليش مركز على الاسبان؟ مع انه ما عنا نحن اسبان، لانه الكرو تبعونا من اسبانيا. في في من اسبانيا؟ نعم، وفي وعود بانشاء مركز ثقافي اسباني بعبديت. لا بالاجمال ما عنا كثير نحن اسبان، نحن ما في عنا اسبان. طيب انا بدي اشكرك بدات على مقابله حلوه، يعني شكرا لك كمان. وعقبال كل سنه وانت سالم. وابوش
عايز. ما ببوسه هون. عايز. اوكي. طيب. ونحن غيرنا اسمه بعبدات عملناها بغداد. هي انتو يعني. هذا نوع من ضرب كاميرا خفية. بدنا نعمل فيكم يعني. ما بقى فيك. ليه؟ لأن عملنا فيكم الضرب.